شريف اكرامي وشريف اخويا يعني يعني مقرب ليا وصاحبي جدا ومبسوط جدا طبعا اليوم اللي فات. ان شاء الله بقول لك الجواز بدري لو رمضان دي حاجه كويسه جدا ان شاء الله تحافظ على نفسه ويبقى اسطوره بقول لك جديده باذن الله بعد كابتن الخطيب وابو تريكه رضوان صبحي وناس كتير.